تكريم الفنانة تألا شمعون على مسيرتها في الدورة الخامسة من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، واللي نظمه مجتمع بيروت السينمائي تحت شعار النساء من أجل القيادة، وإحنا أكيد كنا موجودين معهم. بنقول لك اليوم ألف مبروك عن جد، تكريم تستحقيه. ميرسي، أنا بدي أشكركم وبشكر تريندينج، يعني هن أهل العروس. فالكل كان بيحتفل في الليلة دي بيها وكأنها فعلاً عروس المهرجان، والسعادة بتكريم تقلة ومسيرتها كان شعور مشترك عند الجميع. للست تقلة بدي أقول لها بحبها كتير، مبسوطة كتير أنه اليوم أنا موجودة لحتى أشوف تكريم تقلة شمعون. هيدي المسيرة يلي ما بتستاهل غير أنه تتكرم بهيدا الوقت بالذات وبهيك مهرجان وبلبنان وبمهرجان بيحكي عن المرأة. تكريم لإنسانة كتير عظيمة بالنسبة لنا، وخاصة بعد التجربة اللي قطعنا فيها بعروس بيروت، فتقلة هي أيقونتنا، هي مدرسة بالنسبة لنا، واليوم أنا بالنسبة لي التكريم بيكبر فيها. تقلة فردت حالها بكل شيء اشتغلت فيه، يعني اليوم وقت تجي تفكري انت مين ممكن يكون سيدة تكون توقف هالوقفة على مسرح كازينو لبنان ونقول لها ثانك يو، تقلة بتجي من اول اسامي اللي هو عراس الليستا مثل ما بيقولوا. واكيد الداعم الاكبر ليها هو زوجها المخرج توني فرج الله اللي كان متواجد معها. الا مبروك، انا كتير فخور فيها ومبسوط لها بهذا التكريم، وعن جد يمكن اليوم نقدر نشوف مجموعة من اعمالها، وهيك بس نشوف كل الاعمال اللي عملتهم من هيك منقدر هيدا الشيء، وانا جد سعيد اليوم وميرسي لكم ومبروك لتقلة. ونقدر نقول ان هايلايت الحفل كانت كلمه تقلة اللي اثرت في الموجودين. حنان وشال من جورة عميقه ورجع صالحني مع حالي ورجع قواني بهيدا الايمان والعزيمه. بحبها كثير وروحها حلوه وبكتنا اليوم عن جد فظيعه، كلمتها حقيقيه وروحها بتجنن لتقلة، عن جد بحبها. قلت لها لتقلة اول شيء انه الكلام اللي حكيته من اول ما بلشت قلبي نقز، لانه حسيت حكيها عم بيحكي مع كل شخص بيعتقد انه هالمهنه مقدسه لإله. بلا انه عن جد قلبنا هيك كتير كبر بهيدي اللحظات الحلوه والحكي المؤثر كتير يلي حكيته. علشان كده ندى رجعت قبل التقله علشان تعرف سر السبيتش. بكيتينا كلنا، عندك لهلا عم تبكي. بكيتينا بالفعل، كلنا قاعدين نحكي فيها. تشبهنا يعني انا قعدت تاملت كتير وفكرت انه شو بدي اقول، اكتب وكب وخرتش وارجع اكتبه مثل ما بعمل بنصوصي. بس كتر خير الله، يعني انه قدرت المس قلوبكم، قدرت وصل شيء من حياة الممثل، مش بس هي حياتي، هي حياة كل ممثل، لازم الجمهور يعرف عن جد الممثل شو بيعيش. هل بتعتبري انه اليوم تقلة الممثلة بين انا ومش انا من كلمتك حرمتك يمكن الأمومة، يمكن كرستي وقت اكثر للمهنة ونسيتي حياتك؟ يمكن او بنفس الوقت بقول يمكن لو فيما انا خلفت يمكن ما قدرت اعطي اللي اعطيته بمهنتي. ربنا هو بيعرف، هو بيرسمنا طريقنا، يعني على قد ما كان يمكن في هيك غصه انه انا ما قدرت احقق امومه حقيقيه بحياتي، ربنا عوض لي بهالادوار الامومه الحلوه اللي لعبتها واللي الكل اجمع انه يعني بيلبق لي دور الام، وانا اليوم بالفيلم اللي حطوه عني ولما شفت كل هالممثلات الشابات اللي انا لعبت دورهم دور امهم كيف كانوا عم بيحكوا عني، حسيت انه انا خلفت كثير اولاد. وحاليا اولادها هم الممثلين اللي بيشاركوها احداث عروس بيروت. انا اللي بدي اقوله انه انا اللي وصلت له بادائي لشخصيه ليلى ظاهر تخطى التمثيل. انا عن جد عن جد عن جد عن جد انه انا صدقت وصرت افكر انه هيدي هي حياتي، هودي هن ولادي، ولما كنت عم بحكي معهم يعني ما كنت عم بفتعل شيء ولا عم فكر بشيء، مجرد ما اني فكر فيهم انه هن عارف انه هيدا الشعور رح يفيد مني.